البرلمان ما هي شي حاجة اللي هي جديدة في الواقع في حياة المغاربة؟ المغاربة تعرفوا البرلمان كيشوفوا الجلسات ديال الأسئلة الشفوية والنقاشات البرلمانية إلى غير ذلك، ولكن المغرب عنده هذا البرلمان اللي جاب من بعد الدستور ديال 2011. هو برلمان مختلف، عنده اختصاصات ربما جديدة. يا ريت لو أنك تقربنا من هذا البرلمان ومن مجلس النواب خصوصا اللي نتكلموا عليه اليوم. أولا كما ورد في حديثكم، المغاربة يعرفون البرلمان منذ ستينيات القرن الماضي، وليست هذه أول مرة يشارك فيها المغاربة في انتخابات مجلس النواب. ولكن اسمح لي أولا أن أذكر بأمر أساسي ربما قد يغيب على الكثير من الناس. نحن إذا ما عدنا إلى الدستور المغربي في الفصل الثاني لكي نفهم دور البرلمان وأهميته، سنعرف بأن البرلمان أولا هو الممثل الأسمى للأمة، بمعنى أن المواطنين عندما ينتخبون برلمانا فإنهم يفوضون له أن يتحدث باسمهم كأعلى سلطة لا تخضع لأي سلطة أخرى. هذا أساسي يجب أن نتفق عليه. الأمر الثاني وهو أن البرلمان في المغرب الذي كان في الستينيات ليس هو البرلمان الذي نعرفه اليوم منذ دستور 2011. إذا نحن أردنا أن نقارن مثلا ما بين الصلاحيات الدستور الصلاحيات البرلمان المغربي وبالضبط صلاحيات مجلس النواب دستور 1996، سنجدها بالكاد تصل إلى تسع اختصاصات هي التي كان يتدخل فيها مجلس النواب. اليوم مع هذا الدستور، دستور 2011، 30 اختصاصا بالتمام والكمال. ويمكن أن نتحدث عن هذه الاختصاصات المتنوعة والمتعددة. لا بد من القول بأن كل ما يتعلق بالحريات والحقوق مجلس النواب أو البرلمان المغربي هو متخصص فيه، بالإضافة لكل ما يتعلق بالالتزامات المالية للدولة، كل ما يتعلق بالضرائب، بالبيئة، يعني بإحداث المؤسسات والوظيفة العمومية، الكثير من الصلاحيات يمارسها البرلمان. وبالتالي الناس عندما يصوتون ويشاركون في الانتخابات بمعنى يفوضون لممثليهم صلاحيات جد واسعة على هذا المستوى من أجل اتخاذ قرارات وقوانين باسمه.